الفضاء الأزرق كمان نسميه بالعربية هو فضاء أو حاضنة للمقاولات. المهمة ديالها هي تواكب الطلبة بصفة خاصة والشباب بصفة عامة باش يكونوا المقاولات ديالهم، يعني من الفكرة ديال المقاولة حتى الانطلاقة ديالها ولحتى التطوير ديالها. هذا المشروع هو نتيجة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام عن طريق الكلية حقوق دار بيضاء وأيضا بنكو فافريكا. المهام ديال الفضاء الأزرق هو مواكبة حاملي المشاريع أو حاملي فكرة مشروع من الأول أو من البداية حتى الانطلاقة ديال المشروع ولا تطوير المشروع. يعني كاينين ثلاث محاور اللي كنسميهم حنا انكوباسيون 1 انكوباسيون 2 اي بوست كرياسيون، يعني حاضنة رقم 1 حاضنة رقم 2 وكل ما هو تطوير المقاولة. فيما يخص تمويل، هناك تمويل مع عدة شركاء من السوسيو اقتصاديين، يعني مع لا بلاتفورم ديال الاندياش كاين هناك تمويل، كاين تمويل من طرف البنك اللي هو شريك لهذا المشروع، وكاين هناك تمويلات اخرى. لانكم كما قلت سابقا الفضاء الازرق هو مكان او هو فضاء للغيزوتاج بين حاملي المشاريع وبين ما نسميه الشركاء أو لي بارتنير بوتنسييل.